استطعناش نحلوا المشكل اللي مالوروزمون اشتغلنا عليه كثير هو المشكل تاع النمساوي والعرضيات ديالو. شكلت لنا خطوره في الشوط الاول وكذلك في الشوط الثاني. لا رياكسيون تاعتنا يعني ما كانتش بالشكل المطلوب من بعد تسجيل الهدف. تنظن انه الفريق ديالنا في حاجه الى عمل وعمل كثير. مباراه بعد اخرى يعني داس كان كونستا حنا ما علينا كمسؤولين تقنيين هو نواصلوا العمل وكما قلت كنعتذروا للجمهور ديالنا ونفكروا في مباراه الاحد على حساب المنظومه تاعتنا. جو كرو كو انك تلعب واحد 50 ولا 60 دقيقه في كل مباراه ما كافياش، خاصه لما تيكون الخصم يعني عنده ان كاليبر سوبيريور بالنسبه ليفيكتيف اكتويل تاع اتحاد طنجه. تنظن انه باش يمكننا نقارعوا شويه لازم اننا نشتغلوا اكثر، وما غاديش نقول اننا حاجه في اللاعبين الاخرين يعني في التعزيزات هذا شيء واضح وجلي. هنيئا لفريقنا هذا تبارك الله. جيسبر كو اللاعبين ديالنا مالغري كو سي ان بو ديفيسيل يعني غادي يلعبوا مباراه اخرى خارج الميدان، ولكن سنه الكره هي هذه وسنه المدرب يعني والحياه ديالو هذه، وانه تحمل الصعاب والانتقادات في مثل هذه المواقف. هو فيسي اننا من هنا لحد نصلحوا ما يمكن اصلاحه. شكرا.